اليابان هي أحدى أكثر الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً في العالم، وتعد اليابان مهد أحدث الابتكارات الإلكترونية. ولذا في هذا الفيديو سنتعرف على أكثر 5 اختراعات يابانية تميزاً فتعرفوا عليها معنا. أولاً، آلات البيع الذاتي. تختلف ماكينات البيع الذاتي اليابانية عن نظيراتها من الماكينات حول العالم، التي غالبا ما يقتصر بيعها للوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية. في اليابان يتم بيع كافة الأشياء برا هذه الماكينات، مثل المظلات الواقية من المطر والملابس والأطعمة، كما أنها متوّدة بنظم شمسية اصطناعية لتحافظ على صحة الخضار والفواكه والمواد الغذائية التي تقوم بطرحها هذه آلة. ثانيا، نظارة لقراءة العقل الباطن. من منا لم يتمنى يوما قراءة ما في عقل أحدهم الباطن ومعرفة ما يفكرون به؟ أتاحت اليابان الفرصة لكم اليوم لفعل ذلك عبر نظارة قراءة العقل الباطن، فتقوم بتصوير وتجسيد أفكار العقل الباطن لمستخدميها لتظهرها في صورة فائقة الوضوح. وأشهر هذه الكاميرات تعرف باسم نيوروكام، وهي التي تقوم بتسجيل موجات المخ لتجسيد الأفكار على هيئة صور يتم عرضها لمعرفة ما بداخل عقل مرتديها. ثالثا، بطاريات رايدن المصنوعة من الكربون العضوي، وهي بطاريات تقبل إعادة الشحن وتجديد طاقتها لفترة أطول من أي نوع آخر من البطاريات القابلة للشحن بواسطة الكربون العضوي، لتكون موفرة ومحافظة على البيئة في آن واحد. ويتم شحن هذه البطاريات في وقت أسرع بـ20 مرة من وقت شحن نظيراتها. رابعا، الروبوتات القابلة للارتداء، وهي ما تتيح الفرصة للأشخاص الغير قادرين على الحركة للجري وممارسة الرياضة وليس فقط المشي، وهو ما يجعلهم في غنى خدمات الآخرين ويساعدهم على البقاء أصحاء كنظرائهم من الأشخاص المعافين. خامسا، الروبوتات الشبيهة بالإنسان سوبر HD 4K. طور الياباني هذا النوع من الروبوتات الذي يشبه في مظهره الخارجي والمهام التي يقوم بها للإنسان، وتأتي هذه الروبوتات في مظهر سيدات بكافة مراحلهم العمرية وترتدي الثياب وتتحرك مثل أي امرأة طبيعية، كما أنها لها رموش وعيون وأظافر تبدو طبيعية للغاية. وتعد مهمة هذه الروبوتات هي استقبال زائري المتاحف وغيرها من الأماكن الثقافية، ليساعد الزائرين على استكشاف تفاصيل هذه الأماكن الأثرية والعلمية بطريقة مكررة لكل فوج زائر، دون الحاجة لتعطيل البشر بفعل ذلك بشكل مكرر وقليل الفائدة. ويمكن لهذه الأجهزة التحدث بعدة لغات أيضا.